اهلا بيكم في قناة هبة حول العالم. عايزة ارحب بيكم معايا بفيديو النهاردة. الفيديو ده طبعا فيديو مميز جدا، هنشوف من خلاله مجموعة مميزة من احدث الادوات المنزلية والافكار والحيل المفيدة لترتيب وتنظيم المطبخ والبيت عندنا، واللي بتساعدك على استغلال المساحات الصغيرة اللي بتبقى موجودة عندك في البيت، واللي بتوفر عليك الوقت والجهد بحيث ان انت تقدري تستفيدي منه في حاجات تانية. فلو انت اول مرة بتشوفي معايا قناتي، اتمنى ان انت تنضمي لينا، وده عن طريق الضغط على زر الاشتراك، وياريت كمان ما تنسيش ان انت تفعلي جرس الاشعارات عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد ويوم بينزل على القناة باذن الله. طبعا خلال ما انت بتتفرجي معايا على الفيديو ده، لو في اي اداة عجبتك وحبيت ان انت تجيبيها، كملي الفيديو لنهايته معايا، عشان انا في نهاية اي فيديو بكلمكم عن الطرق اللي بتقدروا من خلالهم تجيبوا كل حاجة انتم محتاجينها للبيت والمطبخ. ودائما مع جديد من المنتجات والادوات والاجهزة والافكار الهائلة لترتيب وتنظيم المنازل لتوفير الراحة اليومية، فيديو كله افكار وحيل مفيدة لترتيب وتنظيم المنازل، مجموعة من احدث الادوات اللي بتسهل علينا الحياة اليومية من تنظيم والترتيب عندنا. فيلا بينا نبتدي الفيديو مع بعض ونشوف ايه هي المنتجات اللي هتتعرض في الفيديو ده، وازاي نقدر ان احنا نستخدمها ونستفيد منها. وما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله.
لو الأدوات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم، أتمنى أن انتوا تدعموني وتدعموا القناة بالضغط على زر الاشتراك ولايك. ولو عندكم أي استفسار عن أي حاجة اتعرضت في الفيديو ده، تقدروا أن انتوا تكتبولي في خانة التعليقات وأنا هرد عليكم في أقرب وقت ممكن. تعالوا معايا بقى دلوقتي بعد ما شوفنا مع بعض كل المنتجات اللي موجودة معانا في الفيديو ده، ووضحنا أن احنا ازاي نستخدمها ونستفيد منها، والحقيقة أن هي أدوات عملية وغير مكلفة، وتقدر ان انت تستفيدي منها بكذا طريقة مختلفة، وبتسهل عليك الحياة اليومية وشغلك في البيت. كملي الفيديو للنهاية عشان تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك ومطبخك. وبعد ما انا اتكلمت معاكي عن كل الحاجات اللي انت محتاجة تعرفيها في الفيديو ده، جه الوقت ان احنا نتكلم عن الطرق اللي نقدر من خلالهم نجيب المنتجات دي بكل سهولة، من خلال المواقع الصينية مثل موقع علي بابا وموقع علي اكسبريس والموقع الامريكي امازون وموقع بنجودو. واسعار المنتجات دي بتكون متفاوتة على حسب الحاجة اللي انت محتاجة تجيبيها. او عن طريق الفيسبوك حضرتك هتكتبي ادوات منزلية، وبيكون في تجار كبار عندهم المنتجات دي، تقدري ان انت تتواصلي معاهم وتحصلي على المنتجات دي مقابل مصاريف شحن رمزية. اما مصاريف الشحن لمواقع علي بابا وعلي اكسبريس بتكون غالية شوية على حسب المكان اللي انت موجودة فيه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله.